جوزك اللي ضربك بالنار. سامعاني؟ مين اللي عمل فيك كده؟ بعد اذنك لو سمحت، ده مش وقت تحقيق. اتفضل. البقاء لله. يا ابراهيم يا عادل، جهزوا وقت عملات كتير، وانا برضه سيدنا محمد بسرعه. غرفه عمليات ليه؟ ماتت ولا ما ماتتش؟ بسرعه. البنت اللي كانت شغالة هنا اللي اسمها مريم لقيوها مقتولة من شوية. يا ساتر يا رب. يا نهار اسود أحيل. يا عيني، دي كانت بنت غلبانة. غلبانة مسكينة مش قصتنا. يا رب يرحمها. المهم دلوقتي البنت دي لا شفناها ولا سمعنا عنها ولا عتبت عتبت باب البيت ده، مفهوم؟ مسكينة. ايوه يا سمو سعد. مالك يا بنت حزينك دي ليه؟ البنت اللي اسمها مريم اللي كانت شغاله معانا هنا اتقتلت. مريم مين؟ احنا ما نعرفوش حد اسمه مريم. كيف؟ مريم يا ولا انت تعرف حد بالاسم ده؟ متفقين؟ حد يقدر يكسر كلمه ليك يا سيد الرجاله؟ هم متفقين بس لو ولو حصل غيرك ده هتحصليها. امشي امشي. أيوة ما نعرفش، انتوا مدين الموضوع اكبر من حجمه ليه؟ ما انت على نياتك يا هدى، على نياتك قوي. دي حكاية اغرب من الحواديت. معقولة الام تبقى ميتة والجنين اللي في بطنها هيطلع عايش؟ الأعجب يا فيروز إن الدكتور بيقول إن الطفل صحته حلوة. سبحان الله، قادر على كل شيء. تعرف لو ما شفتش العملية دي بعيني عمري ما كنت صدقت. طب أنتوا عرفتوا مين اللي قتلها؟ ما عرفناش، بس هو ربنا لا هنام ولا يرتاح لي بالي غير لما أعرف مين اللي قتل البت الغلبانة دي ويتم طفل الله أعلم بمصيره. إن شاء الله. طب يلا بقى عشان تاكل. عشان خاطري، انت ما اكلتش حاجه من امبارح. روحي كل انت يا فيروز. انا هموت وانام واقف على رجلي من صبحيه ربنا. انا هقفل لك الستاير عشان تعرف تريح، وانزل انا اشوف ناديه تحت. من غير لف ولا دوران، انت اللي قتلت البيت؟ أنا هقتلها ليه؟ مسعد يا ولدي، أنا ساترك وغطاك، لو أنت قول لي عشان أتصرف. أنت اللي بتقول كده يا أبوي؟ أمال الغريب يقول إيه عاد؟ أنا اللي لازم أقول كده، عشان لو عيل لسه داخل معهد أمناء الشرطة أول امبارح هيشك فيك. ليه؟ مكتوب على وشي سفاح ولا إيه؟ لا، عشان مفيش نتاية بتعدي من قدامك
إلا لو حاولت معاها، ولو ما جاتش بالرضا بتيجي بالعافية، وكل البلد عارفك دي من صغيرها لكبيرها. يابا دي شغالة. والله لو قطة بلدي وأنا ما عارفكش. قصر يا مسعد وهات الناهية، ما عندناش وقت. زين زمانه بيفرق على معلومة، لو شك فيك مش هيسمي عليك يا ولدي. قدرتش تلحقني، استاذرت الحواهو. حصل لي نشاط مرة جاية. الحرامية بيتدسوا في القصب. It's very weird. ازيك يا فيروز؟ ايه الأخبار؟ كويس، ازيك يا أمي؟ ازيك يا طه؟ السلام عليكم يا أمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتورة. الوكل فين يا أمي؟ أنا واجع من الجوع. عملت كويس النهارده؟ بخير ياما. يوه ياما، الوكل فين؟ بطنك دي فيها عفريت؟ فرحانه فرحانه. نعم يا ست. وجع على ودانك اياك. جهز الوكل. امال هو فين زين؟ زين لا عايز ياكل ولا يشرب، نام حبيبي. ليه؟ في ايه؟ متضايق قوي عشان موضوع الست اللي اتقتلت دي. هو كان يعرفها؟ هو زينك ده باله بيتشغل بأي قضية تجيله. أيوة يا أمّا، محروج عليها ليه؟ هي كانت من بقية أهله. ظابط متربي على الأصول، عنده ضمير. تعرف يا زياد، أنا بقالي سنين كتيرة في وزارة الداخلية، خدمت تقريباً في نص محافظات مصر، بس زي زين ده أنا ما شفتش. بيفكرني بالمسؤولين بتوع بره، اللي لما حد فيهم بيغلط بيبقى عايز ينتحر. أيوة فندم، بس زين مزودها شوية، كانتش واحدة اتقتلت يعني، ايه المشكلة بده؟ لا هو بس عنده دم يا زياد. ابتديت تحقيقات ولا لسه؟ ايوه فندم، بعتوا يجيبوا لي الناس، كم مسجل على كم مرشد، نبدا بيهم المشوار ان شاء الله. نبي يا زياد، انا عايزك تركز شوية على بال ما زين يخلص اللي في ايده، علشان ينزل يمسك القضية. هو حضرتك هتديها لزين؟ ما اسمهاش هديها لزين، اسمها قضية زين اساسا. شفت الست دي قبل كده؟ لا يا باشا، عمري ما شفتها قبل كده. امال قالوا لي انها اتشافت معاك قبل كده ليه؟ لا والله يا بيه، انا اول مره اشوفها لما حضرتك وريتني صورتها. قدام عديت على نص العائلات الكبيره اللي في البلد، ومحدش عمره شافها ولا يعرفوا عنها حاجه. طب ما شكيتش في حد فيهم؟ ابدا يا سعاده الباشا. شفت الست دي قبل كده؟ لا يا باشا ما شفتهاش. وانت؟ ما شفتهاش. لا يا بيه ما شفتهاش. لا يا بيه ما شفتهاش. لا والله يا باشا ما شفتها. لا مش مشفتهاش. لا عمري ما شفتها يا باشا. يعني ما قطعتش من عندك تذكرة ولا دخلت بيها قبل كده؟ ولا افتكر انها عدت عليا يا باشا. لا انا دكتور، ولا مرة جت كشفت عندك؟ طمنت على حملها مثلا؟ لا هي عمرها ما جات الوحدة الصحية عندنا، بس في ستات كتيرة بتحمل وبتخلف وما بيجولناش، يعني بيعتمدوا على الوصفات الشعبية. يعني ولا مخروج يعرفها ولا حد شافها ولا عدت على الموقف ولا محطة القطر ولا الوحدة الصحية؟ أمال طلعت لنا منين دي؟ أكيد يا باشا مش من البلد دي، أكيد من محافظة تانية. يعني هي عشان من محافظة تانية ما نعرفش مين اللي قتلها؟ هنعرف يا باشا. أنا شاكك في حاجة كده، لو طلعت صح أعتبر القضية دي خلصانة. ساعتين وأرجع لسنة. طب لو قلنا الطاقطاقين؟ البيت ده يبقى عندي قوي يا مسعد باشا، ولو دفع لي فيها 10 مليون جنيه مش هبيعه. ده نبنيه بيد دول طوبه طوبه. طب لو قلنا الطاقه 3؟ مش هبيعه، لو الطاقه 10. وانا يا باشا اعتبرني ما عنديش بوت للبيع. طب معاكم مهله يومين تفكروا. اعتبرني فكرت ومش بايع. وانا كمان. انا قلت يومين تفكروا، وبلاش اكمل الجمله عشان تكملتها مش هتعجبكم. منتظر موافقتكم. نورتوا. ما فهمش الجنية دي ولا ايه؟ ولا حد في البلد عارفها؟ احنا
احنا جبنا كل المشتبه فيهم من البلد والبلاد اللي حواليها، ولا حد عمره شافها. وانا كنت شاكك في واد لسه خارج من السجن من شهر، رحت لقيته متلقح في الجبس بقاله اسبوع. ما من الواضح انها مش من البلد يا زياد بيه، بس السؤال هنا، البت دي حملت في البلد ولا جايه البلد حامل؟ ومتجوزه ولا مش متجوزه؟ ولو متجوزه جوزها فين؟ ولا حكايتها ايه البت دي؟ عموما البحث الجنائي شغال وكلها ايام ونعرف هي مين. وانا بعد اذن سيادتك اديت صورها للامنه، قلت لهم ينزلوا بالصوره لسواجها، يمكن حد يتعرف عليها ولا حاجه. تمام يا زين. منشفين دماغهم على الاخر. ما زودتش السعر ليه؟ زودته، هم اللي مستغنيين. حاول معاهم تاني بالراحه وزود لهم اكتر. طب وليه؟ ما شد عليهم واقول لهم ان اللي بيعملوه ده هيجيب لهم المشاكل. لا واحده واحده. اتعلم من ابوك، حاول معاهم مره اتنين تلاته، وبعد كده نقدر نكرهوهم في بيوتهم من غير ما نخش في مشاكل. كيف يعني؟ فهم الطريق. ان شاء الله تطلع اشاعه ان بيتهم فيها جن وعفاريت. مسعد، ها؟ عايزك تشد حيلك وتشوف لك عروسي. لا لسه شويه. شويه قد ايه؟ فاضل لك كام رقاصه لسه ما عدتش عليك. لسه ما شبعتش عاد. ولا عمرك هتشبع يا ولدي. خلاص طالما كده كده مش هشبع، خليني كده. انا كده مبسوط. في حل تاني يا مسعد. ها؟ اتجوز واعمل ما بدالك. حتى في احلامي ياما صوتها ما بيفارقنيش، وهي بتقول لي لو اديتني من وقتك دقيقتين كان زماني على وش الدنيا، وكان زمان ولدي ما تيتمش. هون على نفسك يا حبيبي، انت ما كانش في يدك حاجه وما عملتهاش، ريح ضميرك. وهي ما سابتش في عمرها دقيقه واحده عشان خاطري يا ولدي. قوم نام، ريح نفسك وسيبها لله. ونعم بالله. دلوقتي اما مصير الطفل ده دار الرعايه، وانت عارفه دار الرعايه عندنا حالها ما بيصورش لا عد ولا حبيب، فكنت بفكر اكتب طلب واجيب الطفل ده يتربى عندنا في البيت هنا. طفل مين يا زين؟ الطفل كنت حكيت لك عنه اللي امه اتقتلت، كنت بفكر اعيش عندنا في البيت. انت عارفه يتيم الام ومصير الله اعلم بيه. لا طبعا ما ينفعش، احنا مش عارفين الطفل ده ممكن يكون وراه ايه، خصوصا ان امه ماتت مقتوله. عارف يا ولدي، لو ابوك عايش كان جاب الواد هني وتربى معانا. هات الواد وانا اللي هربيه، هو انا طول ابقى جار الرسول كهاتين كده هوت في الجنه؟ والله يا اما انا شفت ولا اشوف بطبط قلبك. روح يا شيخه، ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. ربنا يخليك ويبارك فيك، حافظ عليك يا ولدي. انا مستغرب من القرار اللي انت خدته ده. قرار ايه؟ عزت بيه قال لي انك كتبت طلب للتضامن انك عايز تاخد الواد من البت اللي اتقتلت دي وتربيه عندك في البيت. طب وايه الغريب فيك ده؟ وبعدين دي الحاجه الوحيده اللي هتريح ضميري تجاه تقصيري مع امه. هتريح ضميرك بس هتجيب لك مشاكل كتير. عمر الخير ما يجي من وراه مشاكل يا زياد. اوعى تكون اتجنيت وهتكتب الواد ده باسمك. اللي انت بتقوله ده التبني حرام وغير قانوني، خلف شرع ربنا وخلف القانون. كل الحكايه انها تكفل بتربيته عندي في البيت وبس. سمحوا لي ان اختار له هو اسم. وهتسميه ايه؟ هسميه صالح. على اسم ابوك؟ لا، على اسم صالح سليم. هو نتيجة التحليل بالنسبة لك انت مفيش ما يمنع ان انت تخلفي. اما بالنسبة ليك انت يا زين فانت راجل مؤمن وموحد بالله، ونتيجة التحليل بتاعتك بتقول انك استحالة تقدر تخلف، واكيد ربنا ليه حكمة في كده.
المسخره دي؟ بيت الجناوي زاد راجل. سمي الله يا أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عيني عليك يا ولدي. ذنبه ايه يتيتم بدري؟ ذنبه ايه العيل ده يبقى مصيره كده؟ مصيره يبقى زي الفل يا أمه. ده اتربى بيت الجناوي. وانا عارف انك هتراعي ربنا فيه. ده انك طيب يا ولدي. برضه عملت اللي في دماغك يا زين؟ خلاص؟ بقى امر واقع. اتكلمنا في الموضوع ده بدل مرة ألف يا فيروز. أيوة بس ما كنتش متخيلة إنك هتعمل كده بالسرعة دي. فيروز بتتكلم صح. وإيه يا زين؟ كتبته على اسمك؟ استغفر الله العظيم. أنا عمري ما أعمل حاجة تغضب ربنا. أنا ما تبنتوش. أنا اخترت له اسمه بس. سميته صالح يا أم. على اسم أبويا زين؟ ولو بيد اسمي اي طفله اتولد في البلد دي صالح على اسم ابوك. ربنا يخليك يا ولدي ويبارك في عمرك وفيك ويرزقك بالذريه الصالحه زي ما خليت اسم صالح يتقال في بيته كانه ما ماتش. وهم دلوقتي هم عايزين واحده بترضع في البلد عشان ترضعه. شوف كانه جعان. فرحانه بنت يا فرحانه. نعم يا ست. تعالي هنا. عايزاكي تشوفي واحدة لسه والدة جديد تكون صحتها كويسة عشان تردع صالح. من عيني يا سيدي. صالح تصبحوا على خير. وتبلاه الخير. أنا ما بقيتش فاهم حاجة. تصبح على خير. وتبلاه الخير. شفت حلو كيف يا ولدي؟ ربنا يخليك ويبارك فيك يا ولدي. الحمد لله يا أم. صبح على خير. وانت من اهل الخير يا ولد الخير. المحضر مش هتقفل ضد مجهول يا زياد. يعني هتفضل فاتحه كده؟ ما خلاص كل اللي في ايدينا عملناه. بقول لك من يوم ما اتقتلت وانا ما بنامش. احساس ان كنت اقدر انقذها ما بينامنيش. يا عم عمرها كده. احنا عملنا اللي علينا وحاولنا نوصل للبنت دي بكل الطرق ما عرفناش. هنعمل ايه تاني يا زياد؟ حاسس ان هوصل لحاجه. اه عندك ده اللي هيودينا في 60 داهيه.